هناك اختلاف كبير يعني في من يخلط الخلطة وفي طبيعة الخلطة. يعني احنا مثل ما فضلت جنابك الكريم منذ 2005 ولحد الآن العطار كان عبارة عن تقريبا 20 أو أكثر أو أقل زعم، 20 زعيم أو أكثر أو أقل قليلا، كلهم كانوا يشتركون في هذه الخلطة. اليوم عندنا بس 3 يشتركون في 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 تحديد نسب الخلطة وطريقة الخلطة وتشكيلة الخلطة. يعني هناك أشياء كثيرة اختلفت. لكن أنا حقيقة الشيء اللي عجبني بكلام الضيف الكريم عندما قال أن الرؤية واضحة، كم كنت أتمنى أن تكون هذه الرؤية واضحة عنده وعند الأخوة في الإطار التنسيقي من يوم 13/10/2021. يعني من يوم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات كان احنا كل هذه المعمعة. مرات الرؤية تحتاج وقت حتى توضح. حم عليك يا أستاذ نزار. والقفزات اللي بلا زين، انا ليش كانت عندي واضحة الرؤية؟ تتذكر دكتور زي من اول يوم قلت ان هذه الاعتصامات والتظاهرات والروح للمحكمة وتعالي من المحكمة وهذه كلها شنو سميتها؟ قفزة في الهواء. تذكر لهم تذكر ولحد الان تذكر ولحد الان هم اقولها. ايه. ليش أنا اللي بعيد عن العملية السياسية، أنا مو جزء من العملية السياسية، أنا مراقب. وهو قال الآن الضيف الكريم يقول أن أي شاب عراقي تلزمه فهو محلل سياسي. يعني إيش عجب هذه مرت على الإطار وما قدروا يستوعبوها وما قدروا يفهموها. كان السهنة هذه كلها اللغط هذا والمضيعة الوقت. يعني أستاذ علي الفتلاوي، الضيف الوحيد اللي حقيقة كان واضح وحقيقة أحييه، اللي قال الموضوع منتهي. هوشيار زيباري، مصطفى الكاظمي، محمد الحلبوسي ختمناها بالجلسة الأولى. فصراحة لو احنا فعلا ماشيين على هذا السياق من البداية كان ما نحتاج كل هذا اللغط. يعني احسن، هذا الذي اريد. شنو التغيير العاد؟ وين التغيير المهم؟ اي فهو هذا السؤال، التغيير بالخلطه وين؟ العطار. أي. اولا العطار اختلف. يعني كنا نتذكر مثلا الحكومات المتعاقبه مثلا في البيت الشيعي كان يشترك فيها على الاقل 7 أو 8 عماء كون الشيعي و7 أو 8 عنوان سياسي عناوين. عد السنة كذلك، عد الكرد كذلك. اليوم لا، اليوم المكون الشيعي عطاره سيد الصدر، نقطة رأس سطر. هسه اللي يجي يلتحق وحده، يلتحق نصه. هذا محسوم أستاذ نزار، هذا محسوم. بس هو على الفتلاوي شي يقول لك يا أخي انطونا سبب مقنع. هسه بس نور المالكي فاسد، ليش هذا الاجتثاث؟ أول مرة طبعا يطلق مصطلح الاجتثاث من هادي العامري تجاه تمثيل سياسي بهذه الطريقة. يجتث دولة القانون ويجتث نور المالكي من تشكيل الحكومية، والبقية هم يعني عليهم ملفات. نعم. وعليهم تهم. نعم. وعليهم مؤشرات. ليش فقط نور المالكي؟ نعم طبعا بالتأكيد يعني كلام الأستاذ علي دقيق. يعني هناك حسب التقرير الدولي الذي حققته وكتبته ودونته في زمن حكومة العباد، لجنة دولية ذكرت أسماء 700 مسؤول فاسد، 700 مسؤول فاسد منذ 2003 إلى قبل 4 سنين. هسه الآن بهال4 سنين هم يمكن فد نضافه فد 50 واحد، صاروا 750 خلينا نقول مثلا. طبعا فيهم رؤوس كبيرة جدا وفيهم رؤوس صغيرة، يعني فيهم حيتان وفيهم أسماك صغيرة. لكن السؤال لماذا قم الإعلان والكشف عن هذا التقرير اللي نعمل هالمرة عندما تتشكل الحكومة يتم الإعلان عن هذه الأسماء؟ طبعا أحد أبرز وأهم قيادات حزب الدعوة الإسلامية اللي هو الأستاذ علي الأديب عنده مقطع فيديو يقول فيه، يعني يبرر سبب عدم عن الفاسدين. يقول إذا نكشف عنهم
فستنهار الدولة. إذا نكشف عنهم فستنهار الدولة، وبالفعل إذا نكشف عنهم كلهم، إذا يتم الكشف عنهم ستنهار الدولة. لذلك أنا أتصور أن العطار هذه المرة لا يريد أن يكشف كل الأسماء واحد واحد، الأقربون أولى بالمعروف، كبيرهم أقرب بالاجتثاث من غيره. يعني نبدي من نور المالكي؟ يعني هسه ما أدري، حسب الظاهر هذا خيار العطار، هذا مو خياري. أنا لو بيدي مثل ما كان يقول. لا ما يخالف. هل سبب اجتثاث نور المالكي من الخلطة الجديدة هو لأنه فاسد، لو أكو شيء آخر من وجهة نظر الصدريين؟ يعني أنا حسب معلوماتي السيد مقتدى الصدر يتهمه في 3 قضايا خطيرة جدا، ويسعى لي يعني محاكمته في هذه القضايا 3. طبعا أنا دا نقول خبر، لا يقولون فد واحد أنت منحاز أو كذا، وناقل الكفر ليس بكاف. القضايا 3، أولا موضوع الموصل تهمه، وحسب ما فهمت حقيقة أنه يمتلك وثائق فصلة وكاملة في الصوت والصورة والمكتوب والكذا، يعني سرية وعلنية، يتهم فيها السيد المالكي بأنه الثانية هو السبب المباشر. الثانية موضوعة سبايكا لا ينكرها أحد. يعني الآن السادات، أحب أنا أذكر لك أسماء على الأقل، يعني إذا ما تخلني الذاكرة، 5 مع السيد المالكي هم المسؤولين عن السبايكر. السيد المالكي وحنان الفتلاوي والمرحوم اللي ما لحق يقف خلف القضبان، عدنان الأسدي وحسن السنيد، وأعتقد واحد آخر. المهم ليش يعني ليش ماشي عدنان الأسدي؟ يعني معروف لكون أنه يعني جزء من صناعة القرار الأمني كان في وزارة الداخلية، لكن شنو علاقة حنان الفتلاوي أو حسن السنيد بقضية سبايكر؟ هذه كما قلت لك أستاذ زيد، هناك وثائق سرية وعلنية يمتلكها السيد مقتدى الصدر على أساس نهاية تكلمة. زين، الملف الثالث. جيد، يعني الملف الثالث هو موضوع هدر المال العام، وتحديدا 9,000 مشروع وهمي، وبالمناسبة طبعا كلها في الوسط والجنوب، يعني لا بإقليم كردستان ولا بالغربية ولا بالموصل. 9,000 مشروع وهمي، مليارات الدولارات، وكلها اللطيفة أنا طبعا وثقت مجموعة من عندها، كربلاء ونجف وحلة وناصرية والكوت،